rattili al-Qur'ana tartila. Te njanga Qur'ana e deggundiral sesa taw ina labti. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ويان غون دين بي ور بي يوب ميرنو جيت مبي كتب اندين انغراغو مبي دون بوري لاب دي ونان دي بي تيجيني الله كو كمبيتيدو دوم كو بي بيوناتا. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وي كادي ونان دي ريو بي غونغ دين بي بي يو بي مير نو جيتي مبي تي يو بي ندين دي واغو مبي خطو بي پنينان بانينان چوداري مبي سو وناتان دوم ko yalti hen yobe njurtin cebe mabbe ha do berde mabbe hotobe bangin kollir chudari mabbe so wana worbe mabbe e babiraabe mabbe wala babiraabe worbe mabbe wala bibbe mabbe wala bibbe worbe mabbe wala waniraabe mabbe worbe wala bibbe waniraabe mabbe worbe wala bibbe waniraabe mabbe rewbe wala rewbe mumen wala dum ko nyaame mabbe jogiti machube wala gondido gorko mo ala muyo wala sukabe be chua illitade e jogara meje rewbe hotobe dippu koyde mabbe mbele ina ande dum ko suudi hede chudaje mabbe nduttode faade to Allah onon kala e hemon gondinbe mbele odon male.